وللحديث عن فشل الحكومات في العراق في تحقيق تنمية بالبلاد وتجاوز الأزمات الاقتصادية على الرغم من العوائد المالية الكبيرة من النفط، معنا من إسطنبول الصحفي والباحث السياسي الأستاذ نوري حمدان. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بجمهوركم الكريم. حياكم الله. عندما تقول ذا ناشونال البريطانية بأن أسعار النفط الحالية تمنح الحكومة فرصة قصيرة لإجراء إصلاحات هيكلية، هل تعتقد أن لدى الحكومة والأحزاب السياسية نية بهذا الاتجاه؟ نعم، شكرا جزيلا لك لمنح هذه الفرصة. حقيقة لابد من قضية مهمة تثبيتها قبل الخوض بهذا الملف والحديث عنه. بداية، هذا التقرير يفترض أنه توجد حكومة في العراق تتشابه مع الحكومات في دول العالم في بحثها، في دراساتها، في قراراتها التي تعتزم بها الإصلاح في الملف الاقتصادي أو في السياسة الاقتصادية. نحن في العراق لا توجد لدينا حكومة وفق هذه المواصفات، هذه أولا. ثانيا، لا يوجد في العراق اليوم سياسة اقتصادية واضحة المعالم حتى ممكن تجري أو يجرى لها الإصلاحات. الحكومة غير قادرة عن إجراء إصلاحات. إذا كانت الحديث ليست على الحكومة الحالية، على كل الحكومات من 2003 لحد اليوم، لأنه لابد أيضا من ذكر ملاحظة مهمة. الوفرة الحالية التي يتحدث عنها التقرير بسبب ارتفاع سعر النفط هي لم تكن جديدة، ولكن في كل سنة وفي الموازنات العامة يوضع سعر النفط ما يقل عن سعر الرسمي ب 50%. يعني اذا البرميل ب 100 دولار هم يخلونه ب 45 دولار، فبالتالي هي اصلا موجوده وفره، وفي حال ارتفاع سعر النفط تزداد هذه الوفره. وللاسف الشديد لم نشهد برامج حقيقيه او ميزانيات حقيقيه يتم توظيف لماذا الوفرات. نعم، لماذا سيد نوري؟ لماذا لم نشهد ذلك؟ لماذا ليس لدى الحكومة خطة لاستثمار هذه الفروقات التي تحصل معها في الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط؟ نعم، الخلافات السياسية هي التي أفقدت قدرة الحكومة على وضع منهاج اقتصادي ووطني. لا يوجد لدينا سياسة وطنية، سياسة اقتصادية وطنية. لدينا أحزاب تبحث عن مصالحها، تبحث عن مكاسبها، تبحث عن قدرتها في الاستحواذ على المال العام، فبالتالي تمنع الحكومة من إجراء أي برنامج اقتصادي، يعني برنامج سياسي اقتصادي للبلد، فبالتالي لا يمكن أن يكون هنالك إصلاحات حقيقية لأي عمل اقتصادي. الإرادة السياسية مفقودة بالكامل، أو ممكن القول هي يقصد أو تقصد الأحزاب، تقتصد الأحزاب عفوا، يعني تقصد الأحزاب هي غياب هذا السياسة الاقتصادية حتى هي تستمر في استحواذها على المال العام ونهبها لثروات البلد وملفات الفساد. نشهدها سنويا تتفاقم وتزداد، والفساد يزيد كل ما زادت الوفرة المالية في الميزانية وفق عائدات وإيرادات النفط. وهذا من أغرب ما في الأمر أستاذ نوري، يعني الفساد يزداد بزيادة الوفرة المالية بدلا من الانتقال من هذا الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد على يعني الزراعة، الصناعة وغيرها من القضايا الاقتصادية. هذه مسألة يعني في منتهى السوء. نعم، هو هذا لو تسمح لي، هذه الروافد الاقتصادية، وهي يعني نحن اليوم يفترض أنه موارد الدولة، موارد الدولة هي الزراعة والصناعة وكذلك النفط والسياحة أيضا، لدينا موارد عديدة. كل هذه الموارد هي معطلة أو يتم تعطيلها بسبب ملفات الفساد حقيقة، واستغلال كل ما هو ممكن من ريع النفط، بيع النفط والاستحصال امواله تحت ذريعه انه الميزانيه هي اكثر من
85% أو أكثر هي رواتب الموظفين، وإن كانت هي رواتب الموظفين مرتفعة في الدولة، ولكن الإيراد الواحد أو النظام الريعي للاقتصاد هو السبب في عجز الحكومة. ويعني إصرار القوى السياسية أو الأحزاب المهيمنة على السلطة باستمرار هذا العمل هو ليست عجز عند العراقيين من وضع برنامج أو سياسة اقتصادية للبلد. هناك اقتصاديون أكفاء لدينا في العراق قادرين على وضع يعني برنامج سياسي اقتصادي ينقذ البلد ويطوره. ليس هناك إرادة، ليس هناك إرادة للأحزاب والحكومة. الإرادة السياسية أفقدت قدرة الحكومة على اتخاذ القرار، وكل ذلك من أجل السيطرة على مقدرات البلد ونهب ثروات الوطن. يعني المسألة الاقتصادية مرتبطة بالوضع السياسي سيد نوري كما تعلم، وبتوفر الإرادة السياسية للأحزاب التي تقول بأنها تغار على البلد وتعمل لمصلحة البلد، لكن كل الوقائع العنيدة اقتصاديا وسياسيا تقول العكس. إلى متى يمكن لها أن تدعي هذا الادعاء في مقابل حقائق أخرى موجودة على أرض الواقع؟ شوف، الحقيقة أنه انتفاضة تشرين كشفت بشكل جلي للعالم والشعب العراقي الذي يعلم جيدا بأن هذه الأحزاب هي غير حريصة على اقتصاد البلد، وهي لا تمتلك سياسة اقتصادية وطنية، وهي لديها مكاتب اقتصادية وتعمل لتنمية اقتصاد أحزابها ولأشخاص معينين في هذه الأحزاب أيضا، هي ليست فقط للحزب المعين بل لتنمية اقتصاد سين أو صاد من هذه الأحزاب، ونهب المال العام حقيقة لتطوير هذا الملف. كشفت بشكل واضح ثورة تشرين، شباب ثورة تشرين كشفوا للعالم زيف ادعاءات هذه الأحزاب بأنها أحزاب وطنية تدعي حرصها على المال العام، على الاقتصاد الوطني. هذا كله حقيقة غير صحيح، غير واقعي، لأنه لو كانت حقيقة هذه الأحزاب هي حريصة على الاقتصاد الوطني كان ذهبت باتجاه تشجيع الاستثمار في العراق، تشجيع رجال الأعمال والتجار والصناعيين العراقيين الذين هاجروا العراق بسبب تصرفات وسياسة هذه الأحزاب، والآن هم يعني كثير من كبار التجار والصناعيين العراقيين يعملون في دول الجوار بالنسبة للعراق، يعني هم هؤلاء ممكن أن يكونوا رافد مهم جدا في اقتصاد الوطن، وهو يبنى على أساس وجودهم يفترض، لأنه إيرادات النفط هي إيرادات وطنية تعود إلى المال العام، ولكن هؤلاء هم قادرون على فتح مصانع، فتح ولا معامل، يستفاد من هذه القدرات، مراكز نعم. تجارية. هذه القدرات شكرا مو هذه أقصيت وهجرت نعم. من أجل الاستحواذ على المال العام. من اسطنبول عبر سكايب الصحفي والباحث السياسي سيد نوري حمدان، شكرا جزيلا لك.